السلام عليكم محمد، كنت بتشوف معانا فيديو عشان صراحة أول مرة في حياتك جامد الفيديو، أو إنك بتشترك في القناة نص إلى 300 مشترك واضغط لايك نص إلى أكبر عدد من النقاط. يا ريتك لو كنت بتشوف الفيديو وأنت تشترك، عشان اليومين دول مش في دعم خالص. ويلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو بأول مشهد. في كوباية بنحط فيها مية ساخنة عاملة لشاحن التليفون، بص بتاعي أخضر فأخضر فأخضر فأخضر، واو. دي بقى بيرسم شكل على البتاع، على اللوحة، بيرسم راجل، ده اللي ورا بطبقها. واو، تشوف الناحية التانية تلاقيها بنت، الناحية التانية ولد، دي بتاع مصدية وشينة، رش عليها مادة بتشيل الصدى وكل حاجة، بعد كده رسلها، بص بتشيل الصدى كله، بص أكلها لسه يجري. دي بتوع الصين بيعملوا ايه من 10 وانت نازل. مثلا بقى 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زي كده، بس هم بقى نازلين وعم يعملوا 0 1 عاملوا ألف في الآخر، بص عم يعملوا بسرعة. اتعودوا بقى وجود لهم شهر في التدريب عشان يتدربوا على الحياة دي، وجود لهم كتير. دي بيلعب بألعاب نارية في الشارع، شو مثلا الحكومة مثلا الواد ده مسكت نقطة على طول عشان بيلعب بألعاب نارية في الشارع، ممنوع تلعب بألعاب نارية في الشارع. دي بتحط فلوس في الحصالة بطريقة عاملة زي يابا مناديل وتعملوا براحة عشان هي مش تحط واحد واحد واحد، بعد كل مرة واحدة. دي بتحط كورة في البتاع فوق تنزل بالتدريج، دي بتصف دي دي في دي دي في دي دي في دي تنزل عامل دي بيل اسمه بيل. دي طباخ، شوف بيعمل شكل على السمك ازاي، واو عامل شكل على السمك ازاي. دي تنين بتاع الصين كان وسخ وقعدوا عليه مرة عاملين، دي كان عشق في الكوباية. سبحان الله بيكبر ازاي في الكوباية، واو بيكبر ازاي. دي بتاع التنس فعلا لفت من هنا وكده يا حاج، بص دي احتراف بقى التنس بقى الاحترافات دي. بس انا مش فاضي دي، واحد خليه يقف على الماية ازاي، واو خليه يقف. دي طيارات بتعمل اشكال في السما، بتعمل دايرة اشكال دايرة، واو بتعمل دايرة. شوف بقى مثلا ايه ده، طيارتين خبطوا في بعض. شوف بقى ممكن ايه اللي يحصل لو طيارتين مثلا خبطوا في بعض مرة واحدة. دي بيرسم اللوحة، بيرسم الكتروني، بيرسم اللوحة اي رسمة كده. دي اللوحة بالقلم ملونة، هي بتاعها دي بيرسم قلب للإضاءة بتاعة التليفون ازاي، دي بيرسمها ازاي دي الإضاءة. دي آلة الزراعة، دي بتعمل ايه، بتروح ولع ولع في الأرض عشان الأرض دي بتكون سايلة وكده، لا لازم تكون في أنواع من الزرع تكون عايز حرارة وكده، تكون عايز حرارة وبتعمل ده. بص عمال يبخ على أرض جنتين حمم، عامل زي حمم بركانية، عامل ازاي عمال يبخ على الأرض كلها. دي بيلعب بالحديدة، عمال يفهم الحاجة بيلعب هذا ازاي، عمال يبص ورايح واللي جاي عمال يلعب فين. بصر على خبر على خبطة وش ده، دي سلسلة الأبعاد بترسمها، سلسلة الأبعاد عمال كده بص زي الحقيقة بالظبط، بترسمها كده زي الحقيقة بالظبط. واو واو، وشعر عامل ازاي يا جدعان، ينفع كده مش ينفع كده يا جدعان، ودي زي الحقيقة بالظبط. دي حط بتاع فوق الناس عاملين ايه، دي مادة بيضة عاملة زي اللبن بالظبط، بينزل ازاي المادة، المادة بتنزل ازاي. واو عامل شكل مرة روعة، شوف الشكل عامل ازاي، واو شكل مرة روعة. واو عمال يعمل في ورق الشجر خلاها تطير ازاي مش عارف، واو طارت فين، عايزين بقى ايه مش جايبين انها طارت راحت حتة ولا راحت اي حتة. واو دي مية بتغلي جوا البتاع، مية بتغلي، واو عامل ازاي، عم كل ما يلف بتغلي. دي ايد كف ايد عاملها ازاي دي، عامل ايه عامل ازاي، واو دي بيعمل بقى شكل طباعة، دي الطباعة بتاعت الملابس، دي الطباعة بتاعت الملابس. واو بص عمال يعمل ملابس ازاي، دي بقى بيكون بقى عن ملابس بقى اللي بمقشرة كده بتتضرب بقى، ودي دي بتعمل بتاع دي اسمه ايه، بتشيل كرسي من هنا بتحطها هنا، كرسي من هنا بتحطها من هنا، دي الكرسي الصالح بنشيل. دي مانجا، واو مانجا عاملة ازاي، انا عايز حباية مانجا زي دي ولا حبيتين، شوف بقى ممكن يعملوا ايه الحبيتين دول. واو وحاجة عايز بقى حباية،
باسم الدكان عايزين ناكل، في مقاطع زي في القناة يعني انت مثلا عايز تاكل ايه، اسمك انك انت تسمع مقاطع تانية هتجوع وكده تكون عايز تاكل. دي برضه اهو بتاع ايه اللي بيعمل فيه عامل الجن. ايوه اي دي نوع من الاكل، ممكن تلاقيه نوع دي نوع من الاكل، ممكن تلاقيه نوع من الاكل النوع ده. بص عمال يورينا اهو، واو 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 بتاع. وكل بس كنت نسيت اشتراك في نص انت مشترك واضغط لايك نص اكبر عدد من الكواد. تحيا من الله، السلام عليكم.